سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، واهلا بكم مرحبا في برنامجكم الشيف. طبعا النهاردة بنعمل حاجات جميلة. يوم الجمعة ببقى اجازة، بنزل كده الاسواق واتمشى. انا شخصيا بحب اشتري كل حاجة بنفسي في البيت. بنزل الاسواق بتاعت الناس الشعبية اللي زي حالتنا، ومروحش السوبر ماركت، ومروحش هنا ومروحش هنا، بلاقي خير ربنا موجود هناك. وانا معدي كده لقيت ايه؟ سمك تعابين. سمك التعابين ده الكيلو 150 جنيه، لكن سمك التعابين اللي جبته ب10 جنيه. هتضحكوا لكم؟ لا، فعلا لقيت سمك تعابين اهو الكيلو ب10 جنيه. ايوه، اللي قدام حضراتكم ده. مش معناه انه رخيص يبقى ما تجيبوش، ده هتاكلوه. انا جربته طبعا. لا تقولي جمبري بقى، ولا تقولي مش عارف ايه، طعمه في منتهى الجمال. لما اكلت منه وجربته، طب وانا ليه يعني ما اقولش لحضراتكم ازاي عملته، وازاي ناكله مع بعضينا ونقليه مع بعض ونشوف مقاديره على الهوا. عندي سمك تعابين ودقيق وتوم وكمون وليمون وخل وشطه وبقدونس، جرجير، ملح وفلفل. نقول تاني، جرجير وملح وفلفل وبقدونس وشطه وخل وليمون وكمون وتوم، وعندي دقيق وتعابين، سمك تعابين. سمك التعابين يا جماعه هو معروف ان هو طواجن، معروف ان هو تقيل، لكن لما يبقى بالمنظر الجميل ده بصراحه يعني حمرته وبقيت ازز فيه كده، يعني باكله يعني مش عايز اشبع منه. طعمه جميل وحلو، وهنشوف دلوقتي هنتبله ازاي. ادي ليمون سليم اهو كده اهو، ادي توم، ادي كمون، ادي فلفل حراق. عايز اعمل طبق يكون جميل ورائع وحلو اهو كده اهو. خلي ده كده على جنب، نجيب ده هنا اهو، شوية خل، ملح وفلفل اهو، ادي الملح، وادي شوية فلفل، وادي شوية الخل. السمك بيحب يغرق في الليمون، ادي ليمون. كل حاجة موجودة عندنا. طيب كده هنا اهو، كله طحنته زي ما انتوا شايفينه كده، بقى بوريه، بقى بوريه. طيب ادي بوله اهو، ادي الخلطه بتاعتي يا صلاتك يا نبي، يا صلاتك يا نبي. اهو انا عايز اطلع كريسبي بقى، ادي الدقيق بتاعي اهو كده اهو. ام همت، ايوه، صباح الفل عليك. يا صباح الهنا يا ست ام همت، ربنا يبارك لك يا رب. يا صباح كل حاجه حلوه في الدنيا. اتفضلي يا ست الكل، سؤال حضرتك. ربنا يديك الصحة والعافية. ربنا يكرمك ويجبر بخاطرك وزي ما انت بتجبري بخاطرنا. الله يبارك لك يا رب، سنتك خضرا ان شاء الله. صباح يا رب تكون خضرا ان شاء الله يا رب. يا رب علينا جميعا يا رب، يا رب ان شاء الله تبقى السنة زي الفل.
وندعي للي ما بيحبناش قبل اللي بيحبنا ان ربنا يهديه ويصلح حاله. الله عليك يا الله عليك على كلامك الحلو، وربنا يهدي منهم ويصلح منهم. امين يا رب يا العالمين، وبيض قلوبنا كده للخير يا رب دايما يا رب. ان شاء الله ربنا هيكرمنا نبقى برضو احسن ناس في العالم، برضو ما تلاقيش مهما بيحصل برضو احنا ناس حلوين. طبعا طبعا، طول ما في ناس كويسة زي الشيف شتربيني. الله يخليك، الله يكبر بخاطرك، ربنا يخليك. فضلي سؤال حضرتك ايه؟ لا والله ربنا يبارك لك، همك مع حضرتك. يا صباح كل حاجة حلوة في الدنيا. شكرا يا ست الكل على اتصالك. حد جاب المكنة اللي المصفى اللي قلت لكم عليها؟ يلا كده هنا احنا طبعا عايزين دول، عايزين ده يستنى عليه شوية عشان خاطر ياخد مع الدي بتاعه، ولكن عندي هنا اجهز الغرف بتاعه السرفيس لابد فين بتاع السمك. في جرجير، طيب مش مشكلة. طيب كده هنا عندي جرجير بقى، الجرجير الحلو بتاعنا الجميل ده اهو. كرمالية مساء الخير. مساء الهنا يا ست كرمالية. الحمد لله كويس. انت حضرتك اسمك كرمانيا؟ كرمينة. كرمينة، كرمينة كراميلا، اسم حلو. ربنا يخليك. كل سنة وانت طيبة. حياتك طيب. أمور يا قمر. أنا كنت عايزة مكرونة من النجريسكو. النجريسكو؟ اه. من عيني يا كراميلا. صباح الفل، حاجة تانية؟ وعايزة أقول لحضرتك إن أنا بحبك أوي وإن أنا معجبة بكل حاجة الأكلات اللي حضرتك بتعملها. ربنا يكبر بخاطرك يا بنتي. وبس كنت عايزة أقول حاجة بس أنا متعلمها في المدرسة. المفروض إن إحنا نحب بعض ونكرههم. يعني مسلم ومسيحي يحبوا بعض، يعني مسلم يعايد على المسيحي في عيده، المسيحي يعايد على المسلم في عيده. يا بنتي والله على معرفنا المسيح والمسلم اللي في الأيام دي. أنا طول عمرنا مصريين وجيران وبناكل مع بعض في طبق واحد. الحاجات دي داخله علينا جديده، خلي بالكم. يا رب بس هم يحبوا بعض. لا صدقيني والله يا بنت، الحاجات دي كلها جديده علينا. احنا من امتى بنفرق ما بين مسلم ومسيحي؟ ولا في بنقول ده مسلم ده مسيحي؟ كلنا بنقول احنا اخوات وبنقول ما احنا مصريين. الجرجير طبعا يا جماعه زي ما انتم عارفين كده، ادي الجرجير بتاعي. لازم اتاكد من غسيله مليون في المية اهو كده. انا غسلته مرتين ثلاثه. بس بعد ما غسلته كده لو انا حطيته تحت السمك ممكن يعجن. ادي كده، خلي بالكم بقى شوف بنعمل ايه. يا سنان. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. الو. حالك يا شيف شربيني. يا صباح الفل. يعني انا هكلمك سعودي ان شاء الله تفهمني. بس هفهمك ان شاء الله. يعني احنا نسر ونبتهج بوجهك دائما. يعني الله يخليك يا عمي. الله يخليك. اتفضل سؤال حضرتك. وكان بس كان عندي بس بدي اعرف ان كيف نسوي اللحم الكاري و هو الكاري يعني الصلصه حقت الكاري واللحمه. ايوه فهمت. والرز بتاعه. على عيني. يعني انت عايز حضرتك اللحمه بالكاري ورز بالكاري. ايوه رز ورز ورز بتاع البرياني بقى. هو بص حضرتك الكاري انا بعمله وبعدين باخد منه وبحط على الرز، يعني ما اقدرش اعمل ده بالكاري وده بالكاري، لكن الرز بعمله ابيض عشان ياخد من الكاري اللي انا بعمله. ايوه زي كده، بس عاوزك تقول لنا على الطريق يعني. على عيني على عيني يا عمي. كده انا اتفضل. شكرا على اتصالك. كده بنضف انا الجرجير بتاعي كده. كده ده عندي اهو. بخلي اصفي الميه بتاعته كلها عشان يبقى معايا ناشف. يبقى كده بس كده اهو. كده نشف عندي الميه، كل الميه اللي فيه نزلت اهي. شفت بقى عصر السرعه التكنولوجيا اهو. كده ما بقاش فيه ميه خالص اهو. ليه بقى؟ تكنولوجيا. وادي المصفى بتاعتي.
طيب أم أمال. ألو؟ ازيك يا شيف شربيني؟ ازي حضرتك؟ صباح صباح الهنا يا ست الكل. الله يخليك، أنا بحب البرنامج بتاع حضرتك جدا. يا أهلا بسعادتك، ده شرف ليا وكل زمايلي. الله يخليك الله يخليك، وبشوفه دايما في الإعادة بالليل. الله يخليك يا فندم، تأمريني سعادتك يا فندم. الله يخليك. اتفضلي سؤالك إيه؟ عايزة من حضرتك سؤال معلش. اتفضلي. عايزة السمك بصوص الزبدة والليمون. سمك؟ بصوص الزبده والليمون. احنا عملناه كده قبل كده حضرتك عليها وعلى ما اعتقد، ولا ما عملناهوش؟ معلش ممكن تقولوا لي ثاني يا شيف شربيني؟ من هين يا فندم، حاضر تحت امر سعادتك. هو طبعا عندنا صوص البيتزا المميز دايما يا جماعه، اللي هو طماطم كونكاسيه، وعندي زعتر، وعندي فلفل الوان. صوص الزبده ولا البيتزا؟ البتر لومن، جارليك بتر ليمون، الزبده مع الليمون والثوم. اولا عندي ثوم مفروم ناعم خالص، عندي ثوم مفروم ناعم خالص، عندي زبده، عندي شويه كريمه لباني، عندي ليمون. بحط الاول فص الثوم يا دوبك ينمل على النار، وبنزل عليه بالليمون، وبعدين بيكون عندي الزبده، وبنزل وبضرب بسرعه عشان تعمل معايا فوم، واديه شويه كريمه لباني، اديها شويه كريمه لباني، هيبقى معايا صوص شكله ابيض وجميل، وده اللي بنقول عليه الجارليك باتر لايم، او صوص الزبده بالليمون والثوم. كده هنا هنطلع ده كريسب ازاي؟ ادي شويه ميه اهم، مش كتير، وابدا اقلي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما بحاولش احط اتنين مع بعضيهم عشان ما يلزقوش في بعض، انديفيدوال او سيبرت او كل واحد لوحده. يا ست حنان، ست حنان. الو مرحبا. يا اهلا بيك يا ست الكل. ست حنان صباح الخير. كيف؟ اهلا اهلا بسعادتك يا فندم. ست حنان صباح الورد، كيفك شيف؟ الو سامعني؟ سامعك يا ست حنان، انت سامعاني؟ ست حنان. ايوه سامعتك. اموريني لو سمحت بدي طريقة الزلابية. على عيني العوامة حاضر. ايه تاني يا فندم؟ ايه تاني سعادتك؟ شكرا، بشكرك على اتصالك، شكرا. نزلي لي الزلابية على طول والنبي عشان ست حنان، بشكرك على اتصالك. الزلابية هنعجنها عجنتين، كل واحدة تستنى قبل التانية نص ساعة او ساعة، وبعدين نقلبهم مع بعض. هتنزل قدام حضرتك دلوقتي المقادير يا ست نور. اهلا، صباح الهنا يا ست نور. على النور. صباح الخير، ازيك يا شيف؟ يا اهلا بست نور، احنا من الكويت وبنستنيك كل يوم من الدين الاربع. اهلنا وشعبنا وخيركوا علينا ومغطينا بجمايلكم الجميلة. الله يخليك، ونستنى الاناقة، الساعة زي اللبس زي النظارة كله كمان. الله، بالرغم ان في ناس كتير اعترضت على هذا الموضوع قبل ما اطلع هوا، وقعدوا يضحكوا عليا، قالوا اللي انت اللي بتعمله ده هيبقى شكله وحش قوي، يقولوا عليك بلياتشو. لا 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 لا، وقعدوا صدقيني والله الناس عارف كده كتير، ولكن للاسف رجعوا بقى، ورجعوا بعد كده بيقلدوني. لا لا لا، احنا مبسوطين قوي، هم شافوا حضراتكم، شافوا ناس حلوين زي حضراتكم كده بيشكروا، بدأوا يقلدوني. عاوزين نعرف المفتعة هي ايه؟ هي نوع حلو ولا ايه؟ ايه دي؟ المفتعة. المسقعة؟ انت عملتها. مفتعة المفتعة. المفتعة دي حلو طبعا. عاوزينك تعملها مرة تانية. هنعيدها لك وهجيب لك مقاديرها على الشاشة، ودي دايما في مصر هنا كل حارة وكل شارع تلاقي على صوته ناس قاعدين محترمين وجايبين ترابيزه كده وبيعملوا المفتقه وبيوعوها لبعضيهم، يعني احنا كجيران البيت العنص الشارع فيه ست محترم بتعرف تعمل، اصل دي شغله الستات.
فبيعملوا المفتاه وبعبوها كده. نعم يا فندم. عاوزه نمرتك اديني اياها من تحت الكنترول عشان المحل بصره عاوزه ايه. على عيني الكنترول على عيني تحت امرك. بشكرك على اتصالك. شكرا ليك يا ست الكل. اشكرك كده. هنا هنشوف بقى الحلاوه والجمال بتاع ايه الاكل بتاعنا النهارده. طيب يبقى كده اهو الزلابي قدام حضرتك على الشاشه اهيت. يا ريت تصوريها بالموبايل. ودي بنسميها في الخليج العوامه او في كده يعني كده. هنا ادي بقيت حبه الماء اللي برشهم بايديا دول بيخلي لي السمك بتاع ده كريسبي اهو. سمك الحنشان او التعابين ده اهو. هو ابصوا حضراتكم اقول لكم على الصراحه عشان ما حدش يزعل مني. النهارده انا كنت ناوي اعمل مخ بانيه وكاتب في المنيو ومراجعه من يوم الخميس ان احنا هنطلع النهارده بحلقه مخ بانيه، ولكن رحت للجزار قال لي ما عنديش، رحت السوبر ماركت قال لي ما فيش، رحت هنا وهنا قال لي ما عندناش. وكده بعد كده بعد ما رحت هنا ورحت هنا اروح فاصل بقى وارجع لكم تاني ونكمل القصه. ايه حكايتها معانا؟ فاصل ارجع لكم تاني اول المحطه واطرح في اي حته. رجع حضراتكم بعد ما عملنا سمك التعابين وكنا بنحكي في موضوع ان احنا هنعمل مخ بانيه. فاللي حصل بقى ان احنا رحنا نجيب المخ للاسف ما لقيناش. فانا كنت جايب السمك ده معايا الصبح عشان نروح البيت من عليه وليمه. حلو يا رومان؟ طبعا ما انت جيت في الفاصل قعدت تلغ وانا قلت لك بزبده ما حتى ولا سمعت كلامي. ما علينا، ساعه البطون بتطول. اقول يا عمي بدر. الو السلام عليكم. عمي بدر. السلام عليكم يا ابو علاء. الحمد لله بالسلامه، وازاي صحتك؟ طمنا عليك. الحمد لله احسن الاحسن بكثير مع اتصالاتك المتكرره اللي تسعد الواحد. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك وعلى كلامك الجميل اللي بيخلي المصريين بيحسوا بمصريتهم من واحد محترم زيك. النهارده قصيده ضد القتلة والارهاب. يا ريت. هي موجهه للشعب المصري جميعا. اسمعها من حضرتك. تفضل. اسمع يا ناكر جميل بلادك، اسمع. هو انت فاكر ان مصر حتركع؟ تتخبى ورا النسوان وعامل نفسك راجل؟ ولا انت خلاص يا سيدي لبست البرقع؟ هو في راجل يعمل على الناس قائد وفي نص الطريق يحلق لحيته عشان يخلع؟ لقلي الكرسي كل يوم عاوز تشرب دم. هو انت ايه من الدم مش ناوي تشبع؟ صبرنا كتير قوي عشان خاطر بلدنا، والظاهر ان الصبر معاك ما بقاش ينفع. نجيبها لك يا سيدي من الاخر عشان تفهم، الزمن اللي راح خلاص مش حيرجع. نقول لك احنا واقفين كلنا ورا الجيش، وهو انت قدام جيشنا ايه تطلع؟ قل لهم والنبي يا حق عبد السميع، اي ثمن عاوزاه مصر حندفع، واللي ما يطيع غصب عن عينه يطيع، عشان بلدنا سلاحنا مرفوع ويلمع. تعبنا خلاص من الغدر والترويع، مش حنسمح لك تاني بالقنابل تفرقع. هو انت مش عارف ربنا وصفها بالامان؟ ولا انت كمان حتى رغبة ربنا حتمنع؟ هي دي مش مصر اللي اكلت من خيرها؟ مش هي اللي شالتك لما كنت بترضع؟ دقزتها بعد ما خدت اخذت منها كل حاجه، جاي دلوقتي تاكل من لحمها وتقطع؟ دستورنا اهو جاي بالعدل والتشريع، ولا انت عاوز على مزاجك تشرع؟
حنروح كلنا ونكتب نعم على السريع، وانت خليك ورا الحريم عينك تدمع. وتحياتي لك يا ابو الله علي. عليك الله عليك والله الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك يا شيخ بدر، شيخ بدر عطيب ده من الناس الحلوين الحلوين الجمال. يعني انا بص مصر فرحانه بيك، مصر فرحانه بكلامك، كل ما شعب مصر فرحان بكلامك الحلو، مش هقول السي بي سي، يعني انت كلامك ده بالنسبه لنا مش عارف اقول لك حاجه. اشكرك على مداخلتك الجميله وكلامك الحلو اللي يخلي الاصيل لو اصيل اللقمه تقع من بقه وهو بياكل، لو بحس، لو الانسان اللي عنده احساس وبياكل ممكن اللقمه تقع من بقه من الكلام اللي اتقال. لكن في عندنا ناس رخاص ما بيحسوش، لكن هيجي لهم يوم ويحسوا. بشكر عمي الشيخ بدر على كلامه الجميل، والحمد لله بالسلامه كده، طلعتك البهيه علينا وكلامك الحلو لينا بنور حياتنا معانا. يا مريم، ست مريم. ايوه صباح. ايوه الو ست مريم. ازيك يا شيف؟ يا صباح الفل يا ست مريم. ازيك يا شيف؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا ست مريم. اتفضلي سؤال حضرتك. يا شيف دلوقتي حضرتك سوقتني باكله السمك اللي قدامك دي، ايه رايك فيها؟ جميله. جوزي قال لي ايه؟ انا عايزه منده، عايز منده يا وليه. ايوه كده، اتحركي شويه وانزلي السوق. يا سلام لو قلت شويه بساريه. بس دلوقتي انا محتاره. ايه هي؟ انا محتاره عشان هل هم بيتاكلوا كده يا شيف ولا لازم يتنضفوا؟ انا مش عارفه انضفهم ازاي. قص الدماغ بدلينهم. قص الدماغ لو في حاجه. بصي قص الدماغ اهي ده. بص حضرتك. ايوه ايوه. بس هتنضفي ايه؟ اه اشيل الدماغ يعني. بس لازم اشيل الدماغ. هو اشيل الدماغ بس كده وهو اغسليه. الف شكر يا شيف. ده نضيف زي البيبي، ولا بطنه فيها حاجه ولا لحق، كان لسه بيرضع من امه. هو بيرضع ازاي ما اعرفش في السمك فده لسه يعني بيجي كده على الطحالب البحريه، ما لحقش حتى يعني ياكل اي حاجه. بالتالي طعمه جميل مش زفر، حلو والله يا جماعه. اسال رومون ايه رايك فيه؟ طبعا انت اكلت نص الطبق، امال ايه؟ طيب ما علينا. بشكرك يا ست الكل. طيب هنا هنشوف البطاطس بتاعتنا بقى هنعمل فيها ايه. هنتكلم على بيت زيت البطاطس، وانا بطلعها كده عشان نصفيها. ادي مصفى توماتيكي توماتيكي. الحياه مع الحياه حلوه معانا هنا يا جماعه، في حاجتنا كلها حياتنا حلوه، في كل حاجه بنجيبها بنحس بيها كده واحنا بنشتغل، حاسين كده ان احنا زي الفل كده. هنا اهو انا مش عايز فيها ميه خالص كده، سهل قوي زي ما انتم شايفين. حاضر بشحن. نخش بقى على بيتزيت البطاطس. طيب عندي بيتزيت البطاطس انشوجه، بطاطس ومشروم وفلفل الوان، بصل، وعندي جبنه برمزان، جبنه مبشوره، عندي طماطم لصوص الطماطم، عندي زيت مفيش طعم للزبده، عندي بيض، وعندي ملح وفلفل، عندي تشكيله من الجبن، عندي حاجات جميله جدا، وعندي طبعا انشوجه. وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. لما انا بصفيها كده زي ما انتم شايفين كده حضراتكم،
ما بقاش فيها خالص مية، ما بقاش فيها خالص مية. اهي بصوا بقى كده الجمال، قد المية بتاعتها نزلت اهي، لان البطاطس بتاعتي لو فيها مية هتحل مني كده. هنعمل ايه؟ ادي شوية ملح، ادي شوية فلفل، ادي مش مشكلة نجيب غيرها. الو؟ صباح الخير يا احلى شيف في الوقت. جون يا عمي هشام معاك بالبيس يا حبيبي. عمي حسن. الو؟ هشام البطريق معاك يا باشا. استاذ هشام ازي حضرتك؟ يا صباح الفل يا عم هشام. صباح الورود على احلى شيف في الوجود. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب يا احلى صحبة معاك واحلى ناس معاك. شفت الاستباحة بتاعت عم بدر العتيبي؟ اكيد يا باشا، انت شفت. اي حد يصطبح بيك يكون لازم يكون مزاجه عالي. شوف الراجل والشعبيه بتاعته والمصريه بتاعته. حبيبي الراجل ده احنا حبيناه عشان انت بتحبه وعشان هو راجل بيحب مصر. ده مصري كويتي اصيل مصري. ده راجل محترم، انا فعلا بحبه على المستوى الشخصي جدا جدا جدا. راجل محترم، راجل محترم، راجل محترم. واللي ما اقولش عليه محترم ما بقاش محترم. اكيد يا ريس اكيد. وبعدين انت اي حد ممكن يشوف اكلك لازم يحب مصر. هو الراجل ما ياكل أكل. والله يا حبيبي مش حكايه اكل، حكايه اخلاق. اكيد حكايه أكيد. شعبيه. الراجل ده بصراحه انا بحبه لان فعلا حتى اشعاره طالعه من قلبه. هو بتكلم يعني انا معلش مع احترامي ليك من 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 يعني عارف تحس ان هو مصري اصيل اصيل. واصل ده شرب من لها باشا. انا سالته لما اتكلمت مع الاستاذ بدر العتيبي بقول له انت شربت من نيلها؟ قال لي شربت من نيلها. طبعا طبعا طبعا. الراجل بيقول لي يعني انا فاكر بياع البطاطا وفاكر بياع الكشري وفاكر الناس ان انا كنت يعني بلا مصري مصري مصري. على فكره انا بشكره على الكلمتين الحلوين اللي قالهم عني كمان. انا بحترم الراجل ده على المستوى الشخصي جدا. راجل محترم، ربنا يخليه لنا يا رب ويشفيه. ربنا يا رب يشفيه ويخليه لنا يا رب. يشفيه كلام المخرج العظيم والمصور المبدع والمؤدة المبدعة والناس المحترمة اللي معاك. الكاست الجميل ده يا ريس. صباح الفل على الجمال والحلاوة يا باشا. صباح الهنا كده. هنا حتتين زبدة هم زي بعضه. طيب كده يا جماعة هنعمل ايه هنا؟ عندي جبنة اهو، وادي كمان جبنة اهو كده. عايزين نعمل صينية بيتزا جميلة وحلوة. نعم يا استاذ سامح. الو صباح الخير. يا صباح الفل على عم سامح. كل سنه وحضرتك طيب. بعود الايام يا عم سامح. حضرتك طيب. وامرني يا حبيب قلبي. كنا عاوزين نعرف طريقه الجمبري نعملها في البيت بس بطريقه صيامي بقى. صيامي؟ اه. بص يا سامح، انت شفت السمك اللي انا عامله دلوقتي؟ اه. هو ده اللي هتعمل بيه الجمبري. طب ممكن نعيدها تاني زي بسرعه؟ طبعا اكيد اكيد يا حبيب قلبي اكيد. يا سلام لو جبنا تاني المخرج بتاعنا الجميل المقادير بتاعت السمك اللي احنا عملناه عشان استاذ سامح حبيبنا صايم وعايز ياكل اكل حرشه. طيب هنا يا استاذ جمال مفيش شويه بقسماط هنا عندنا؟ اه في. ادي شويه بقسماط. المقادير قدام حضرتك اهيت، يا ريت تصورها بالموبايل. نفس الطريقه اللي هنعمل بيها الجمبري كده. هنا كده حضراتكم ادي زي ما انتم كده شايفين. النهارده حلقه جميله يا رب تعجب حضراتكم. هنعمل ايه دلوقتي؟ هقول لكم نعمل ايه. ادي السكيل الاستيكا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهي يا ست زهره.
عليكم يا شيخ. ست زهرة صباح الفل. صباح النور يا بيكاسو المطبخ. يا اهلا بيك يا ست زهرة، انت من المغرب؟ من المغرب. انا بسميك بيكاسو، بيكاسو المطبخ. صوت والله العظيم. والله كل اكلاتك، كل اكلاتك لطابلو، من طابلوهات الفنانين الكبار. انت ست زي الكل وربنا يخليك لي يا رب. والله العظيم، والله العظيم. ازاي الاحوال وازاي كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة يا ست الكل، وعود الايام وربنا يخليك لينا حضرتك. داني كنت عايزة اتكلم معك من زمان، منذ الكلمة الاولى بتاع بدر الله يخليه. والله العظيم لما كان ما تتصورش انا زي يا ست. ايه لما سمعك والله العظيم. الله يخليكي، كلامك ده جميل وصوتك رقيق وحلو. والله العظيم الله ينصر مصر والله يخليها، والله يعمي عديان عباد الله. الله يا رب، يا رب يسمع منك يا ست. يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب ربنا يخليكي لينا، ربنا يخليكي لينا بكلامك الحلو. زي ما نقول، زي ما نقول في المغرب، اللي حفظه الله ما عندي العبد ما يغلي له ولا حاجه. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ربنا كتر منك. والله العظيم والله. وانت الله ينصرك والله يحفظك، زي ما يحفظ اللسان بين الاسنان يا شيخ. الله يخليك يا رب ويخليك لي يا رب. والله العظيم انت يعني مصر، مصر امنا وام الجميع، ويعني الى ذهبت مصر ولا ذهبنا كلنا. احنا اهل، احنا اهل يا ست الكل، احنا اهل. الله ينصر، الله ينصر والله يحفظها، والله يحفظها، والله يحفظها. الله يحفظك معانا ويخليك لينا وكلامك الحلو الجميل ده. والله كل وكل سنة وانتم طيبين. والله العظيم زعما نتأسف على اللي نشوف في التلفزيون، ما تتصورش يا شيف. زعما انا ما اقدرش اعبر على اللي بحس به. والله العظيم يا شيف. الله يزيدك من نعيم الله ويخليك لنا ست الكل، ويكبر بخاطرك، وما نتحرمش يا رب من صوتك الجميل الحلو اللي بيخلينا فعلا نحس بعربيتكم. فعلا العربية يعني ما شاء الله عليك، والله ما شاء الله عليك، والله ما شاء الله عليك. تحس بعربية الناس، ناس يعني مش عارف اقول ايه. ربنا يخليهم لينا فعلا، اهلنا، اهلنا دول اللي بيقفوا في وقت الشدة. الناس يعني الراجل اللي بيقف في وقت الشدة ده ما بيتنسيش العمر كله. عم عسكر السلام عليكم. وعليكم السلام يا عم عسكر. ازيك يا عم شربيني؟ صباح الهنا على عمي. الله يخليك، انت اللي عمنا كلنا عم شربيني. ما تقولش عمي، ده انت عمنا وعم الله. الدنيا كلها. الله يزيدك يا عم عسكر. الله يخليك باحترامك وذوقك اللي ما فيش بعد كده. انت احسن مننا يا عم الحاج. والله عاوزين نقول لاخواننا، اخواتنا المسيحيين كل عام وانتم طيبين، واحنا لانهم فيهم كتير اصدقائنا واخواتنا وبياكلوا يشربوا معانا. بس الله عليك يا عم عسكر، الله عليك يا مصري يا اصيل. الرمون عندك اهم حاجه. الله عليك يا مصري يا اصيل. مصطفى الياس وطارق فارس طارق صباح الهنا. البورسعيد ونصر عسكر بيقولوا لهم كلهم كل عام وانتم طيبين. وانت طيب يا حبيبي، وانت طيب، ربنا يكتر من امثالك يا جميل، ربنا يخليك لينا يا عم عسكر كده. عم عسكر راجل مصر الاصيل، بعيد على زمايلي واخواتنا المسيحيين وبقول لهم كل سنه هم طيبين. يا ريت لو في اي سؤال جالي نجاوب عليه. نعم ايوه حبيبي حاضر. في جالي اتصال عن جريسكو، على عيني. هنتكلم عن نجريسكو دلوقتي. ايه هو نجريسكو ده اللي هنقوله مع بعض كده؟ انا عايز الجبنة بتاعتي يا جماعة اهي، ما خليهاش تخش جوه او جنب الحروف الصينية.
ادي الجبنة موتزاريلا. اي بيتزا روحها جبنة موتزاريلا. عندي مكرونة شرايح بسلقها، عندي فراخ بسلقها، عندي 100 جرام مشروم، 100 جرام بسلة، بصلية ناعمة فص توم، نص كيلو مكرونة شرايح، وعندي 3 معالق زبدة، 3 معالق دقيق، ونص لتر لبن، وربع كوباية كريمة لباني. كده اخش هنا بدول. ادي شوية زيت الزيتون اهو. ادي الانشوجة بتاعتي. عندي زي الزيتون اهو، وادي كمان دي وردة في النص. اخش بقى الفرن. اهي بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده استاذن حضراتكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اوغر محطة ولا تروحوا في اي حتة. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، وعايزين نكمل النجريسكو. يبقى انا جبت 100 جرام بسلة، 100 جرام مشروم، معلقة كبيرة بصل، معلقة صغيرة توم، حطيتهم في حتة زبدة، خدتهم سوتيه، نزلت معاهم بشرايح الفراخ المسلوقة، بديهم ملح وفلفل واركنهم على جنب، بس المكرونة الشرايح بتاعتي وحطها معاهم. يبقى عندي البسلة مع المشروم مع الملح والفلفل، معلقة زبدة مع التوم والبصل سوتيه. قطعت الفراخ شرايح حطيتها معاها، وسلقت المكرونة والشرايح حطيتهم مع بعضهم. بحط زبدة على النار 3 معالق، بحط معاهم 3 معالق دقيق، بحط مكعب مرق، وينملوا مع بعض. مجرد ما ينملوا مع بعض بروح نازل عليهم باللبن بتاعي، واضرب بالمضرب بسرعة. اللبن يكون بارد عشان ما تكلكعش منك. تمزجوا مع بعضهم وتجانسوا مع بعض، بطلع بحط معاهم ربع كوباية كريمة لباني. بحط كبشة منهم على الخليط اللي انا حطيته كله واقلبه، بتبقى سايلة شوية، ما تبقاش ماسكة زي صوص البشاميل. بعد كده بديها معلقة او كبشة على الخليط كله، بحطه في البايركس، بديله من تحت شوية صوص بشاميل. بعد كده بكسي بالباقي عندي. طبعا بدي الكريمه لبانه عشان تديني لون ذهبي. هتخش الفرن وتطلع معاكي نجرسكو زي الفل. نرجع بقى للطبق بتاعنا، فراخ بالكاجو والخضروات. هنتكلم على الكاري لشيخنا اللي اتكلم معايا على صوص الكاري والفراخ بالكاري والرز بالكاري اللي هي الهندي. عندي صدور فراخ وكاجو وجزر وبصل وفلفل الواني وتوم ومرق، صويا صوص، زنجبيل مبشور، عندي دقيق، زيت وملح وفلفل. طيب كل الكلام ده هنعمل ايه يا جماعة؟ ادي توم وجنزبيل، ادي التوم، ادي الجنزبيل فريش اهو كده، ادي بصل اهو اهو، ابدا اضرب كل ده مع بعضه. ادي زيت زيتون، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الخليط. حميدو ابن حميدو،
يا صباح الفل يا شيفنا يا كبير. فتشني فتش. يا كل سنة وانت طيب والسي بي سي طيبة كلها. وانت معايا يا حبيبي وانت معايا يا حميدو. والسادة سعيدة على مشاهدينك اللي بيحبوك وبيحترموك. كلنا اخوات وحبايب وربنا يسعدك معانا. والسادة شامة بالدهب تحية خاصة لي كل سنة وطيب. وريمون كل سنة وطيب. كل الاعداد والاكسسوار اللي عندك بس التعميم دول. ومخرجنا حلواني النهاردة معانا محمد الحلواني الكبير بتاعنا مخرج الكبير. الأستاذ محمد الحلواني ببعث له ألف ألف تحية وكل سنة هو طيب كمان. يا صباح الفل يا حبيبي. صباح كل حاجة حلوة أنت بتعملها لنا يا شيخ. كل حاجة حلوة. عامل يا حبيبي. يا ريت تكلمني خط قطع معلش. شكرا لاتصالك حميدو ابن حميدو فتشني فتش. خلاص بقت عندنا إيه؟ يا محمود. عم محمود يا عم محمود حاولت اكلمها تاني يا عم محمود. اشكرك على اتصالك كده. هنا مكعب المرق مع بصل وتوم وجنزبيل زي ما حضرتك كده شايفين. طيب ادي كده الفراخ بتاعتي اهو. اقطع الفراخ بتاعتي يا ست نسمة. الو الو ست نسمة. ايوه ازاي حضرتك. صباح الفل يا ست نسمة. عامل ايه؟ في نعمة والله. انت اخبار حضرتك ايه؟ منور الشاشة. منور التليفون. الله يخليك. وانت عامل ايه؟ كل سنه طيب. بعود الايام يا ست الكل. كل سنه حضرتك طيبه. الله يخليك. عايزين طريقه البوفتيك. البوفتيك على عيني. حاضر. حاجه تانية؟ لا الله يخليك. معايا اختي عايزه اتكلمك. دهالي يا حبيبتي دهالي. الو قمر. اهلا يا قمر. الو قمر. انت اسمك ايه؟ سعد. سعد. اكسب لنا عشان انا ما بفهمش عربي. شهد. ها؟ شهد. ريتاز. اسمها ريتاز. اسمها ايه؟ اسمها ريتاز. يا جماعة انتوا بتغلبونا باسماء الغريبة دي ليه؟ انا بعد كده بديني الكتالوج. الله يخليك يا سيدي. صباح الفل. طيب. صباح الهنا. كل سنة حضرتك طيبة يا بنتي. ربنا يخليها لك يا بنتي. طب تمريه بقى اي سؤال؟ ست الكل حاولي تكلميها تاني. اشكرك على اتصالك الجميل. اسمها كده غريبه الواحد ما بعرفش منطقها. يا جماعه طبعا احنا فلاحين وما بعرفش اسماء الغريبه شويه دي فمعلش سامحونا. كده هنا شغال زي الفل مية مية حلو قوي. طيب خليها تشتغل براحتها احنا ملناش عندها حاجه. المروحه هتوزع الحراره عليها دلوقتي كده. يا حلواني هنجاوب دلوقتي على الكاري. عم ميلاد كل سنه وانت طيب. يا حبيبي كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. مش هتصدقني لو قلت لي اربع ايام بس مش عارف اكلمك. يا حبيبي معلش سامحني النهارده عامل لك حبه سمك تعابين حكايه. يعيش يا حبيبي انا ما شفتهمش للاسف. هم اقول لك حاجه. قول لي. انا بتمنى يوم اول يوم في السنه اكلمك عشان اقول لك كل سنه وانت طيب. الله يخليك. عشان عيد ميلادك مع عيد ميلادي. كل سنه وانت طيب. انت الاول. طيب يا حبيبي ربنا يبارك فيك. ربنا يكبر بخاطرك وخليك لينا يا حبيبي. ومرسي على كل اللي عملته لنا شد. كل سنه وانت طيب. انا ما عملتش غير اللي لازم اعمله. انا ما عملتش حاجه غير اللي لازم اعمله. في السمك ما شفتوش انا عملته ازاي. هوريه لك تاني وعلى النار عندي اهو وهنجيب لك مقاديره. اشكرك اشكرك يا خواجه. شكرا على عمي. كل سنه وهو طيب. وكل سنه ومصر كلها طيبين. اهل مصر كلها طيبين. السمك قدام حضرتك على الشاشة اهو. دي التتبيلة بتاعته كلها. بعدين بتبله بحطه في الدقيق ومن الدقيق للزيت على طول. وهتكلم على البوفتيك دلوقتي. كده. طيب ناخد دي كمان.
الكاري. الكاري يا جماعة هنعمله ازاي؟ زي الكتاب ما بقول، بصل مكعبات، طماطم مكعبات، ثوم مفروم، جنزبيل فريش مفروم، فلفل حار مفروم، فلفل حار مفروم، كل ده مفروم. عندي زيت زيتون، عندي فراخ، عندي كمون، كزبرة ناشفة، كاري باودر، جرام مصالة، كل ده عندي. عندي شطة. بنعمل ايه بقى يا جماعة؟ اول حاجة بقطع البصل مكعبات، وانزل بيه عنه مع التوم مع الجنزبيل، البصل مع التوم مع الجنزبيل كله مكعبات. بعد كده بنزل بالطماطم، اديها بعد ما يتلموا مع بعضهم. طبعا عشان اعمل كاري صح، اول ما بحط البصل والثوم والجنزبيل ابدا يصفر يموت، بديله الكاري باودر، شويه كركم، شويه كزبره، شويه كمون، كله مع بعضه. وبعد كده بنزل بطماطم مكعبات، بنزل كزبره خضراء، فلفل حار، عايز قد لحمه قد فراخ قد سمك، بتبله بودره الكاري وباخده سوتيه وبنزل بيه معاهم. فراخ او لحمه او سمك او جمبري بتبلهم ببودره الكاري بليمون وكمون وملح وفلفل وتوم، واحمرهم ببودره الكاري مع بعضيهم، بعدين اخده معاه احطه عليها. بعد كده عندك الرز بتاعك بتسلقه، بعد ما بتسلق الرز يبقى عندك رز جاهز وصوص الكاري جاهز عندك تشتغل فيه زي ما انت. الو يا ست امال، صباح الخير ست امال، ست امال. الو صباح الفل على ست امال. الو عاد ما فيش. انت اسمك امال؟ انت اسمك امال يا امال؟ اه يا امال. ها إيمان ولا أمال؟ أنا اسمي شربين، أنت اسمك إيه؟ أه؟ أنا اسمي شربين، أنت اسمك إيه؟ أمال. طيب، أمور يا حبيبتي؟ أمال. سامعك خلاص يا زلمة، صدقت. تأمريني يا قمر. أنا بحبك أوي يا شيخ شربين. يا حبيبتي ربنا ما يحرمنيش من حبك ليا. أنا عايز من قميصك، هجيبك السكر. على عيني يا روحة قلبي، على عيني يا روح قلبي، على عيني يا ست العرايس، ست وفاء، يا ست وفاء. الو ست وفاء مساء الخير. ازيك يا ست البين؟ ايه رايك في البيتزا بتاعتنا النهارده دي؟ تسلم ايدك. عاجبه حضرتك؟ طبعا كل حاجه من ايدك جميله. ربنا يكبر بخاطرك يا فندم. بس انا زعلانه منك والله يا سيدي. اصالحك دلوقتي على الهوا. عشان طلبت منك طاجن اللحمة وحضرتك ما عملتوش. يا بس كده ما جاتش في طاجن اللحمة يا شيخة، تحت أمرك. يا رب يخليك يا شيخ. هاتي ورقة وقلم ومعايا يلا. ماشي. طيب كده يا جماعة طلعت صينية من الفرن، يعني بص عليها بالكاميرا. أنا باخد رأي الناس وما انتوش حد حاسس بيا. طيب هنتكلم على طاجن اللحمه. طاجن اللحمه يا جماعه، ست الكل عايزه طاجن اللحمه، هنقول لكم ازاي نعمله. انا عندي كيلو لحمه، نص كيلو بصل، عندي شويه كزبره خضراء، شويه كرفس، شويه كرات ابيض، ماده دهنيه بحطها على النار، واحط البصل والكرفس والكرات واحطه على النار، خليه ينمل مع بعضه لغايه ما يبدا يصفر، بنزل عليه باللحمه بتاعتي وافضل اقلب مع بعضه. ابشر معاهم طماطمتين، اديهم قرن فلفل حراق لو عايزين، شويه كزبره خضراء، وادي شيشه ميه بشيشه ميه واخليها تنمل مع بعضيها. طيب انا هجيب بطاطسين كبار بقطعهم على اربعه، عايز احط بسله حط، عايز احط اي خضار حطي، كله حطينا مع بعضيها ملح وفلفل. يعني عملنا ايه؟ جبت البصل
مع الكرفس مع الكرات الابيض حطيته على النار مع ماء زبده او زيت اصفروا، نزلت عليهم باللحمه قلبت مع بعضيهم، اديت لهم طماطم مبشوره بفضل اقلب عليهم واحده واحده مع بعض، وادي شقشقه ميه بشقشقه ميه. بعد كده ممكن اقطع اربع بطاطسات كبار على اربعه واحطهم شويه بسله، عايز اديها فلفل حار اديها اللي انت عايزاه، ما فيش حد لحاجه عندك. بعد كده حضرتك بتعملي ايه؟ وتروح حطهم في طاجن ومدخلهم الفرن، طاجن وتدخليهم الفرن، هيطلع معاكي احلى طاجن في الدنيا كده. ادي سنه ملح مش كتير عشان انا حاطط صويا صوص، شويه فلفل مش كتير عشان انا حاطط لسه احط شطه. فاصل وارجع لكم تاني اغير المحطه واضرب في اي حد. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل، غرفنا البيتزا وادي الفراخ مع الخضار بالطريقه الهنديه، ادي الكاجو عندنا، شوربة الذرة الصفراء. نشوفها مع بعض نعملها ازاي. كده اهو، بس لازم اديها برضو حاجة كده حلوة عشان تجملها وربنا يجملها بالستر. كده اهو. طيب عندي بقى شوربة الذرة، الشوربة عندي شوربة جميلة النهاردة، شوربة الذرة الصفراء بالفراخ. طيب كده عندي هنا صدور فراخ وذرة صفراء، عندي بطاطس وكريمه لباني وزبده، بصل ومرق ومعلقه دقيق. كده ادي الزبده، ادي بصل وزبده ودقيق، عندي الشوربه على النار بتغلي، ادي الفراخ بتاعتي اهي كده. قطع صغيرة اهي، يا عم احمد صباح الخير. صباح النور. ازيك يا عم احمد؟ ازيك يا شيف شربين؟ في نعمة يا عم احمد، ازي حضرتك؟ بعد اذنك نزل لنا مقادير البيتزا على عيني يا حبيب قلبي، مقادير البيتزا تنزل لك على طول دلوقتي. اشكرك على اتصال حضرتك يا جميل. كده عندي بسلق انا الفراخ اهي، ايوه قدام حضرتك اهيت كده. هنا نقلب بقى، يبقى انا حطيت هنا بصل مكعب مرق، ادي معلقه الدقيق اهي، ادي الذره الصفراء، وادي البطاطس بتاعتي بسرعه بسرعه اهي. ادي البطاطس كده اهو، زي ما حضرتك كده شايفين. نشيل بقى كل اللي دي من هنا،
الشوربة شغالة على النار. كده اشيل بقى كل الحاجات دي من هنا. طيب هنقول عملنا هنا تاني. حطيت بصل مع زبدة مع دقيق مع ذرة مع بطاطس زي ما حضرتكم شايفين اهو. اروق مكاني شغال كله اهو. غليت عندي الشوربه. يلا يا زياد مساء الخير. يا عم زياد يا شربيني كيف الحال؟ والله في نعمه يا عم زياد. صباح الخير. صباح النور. شو الاخبار؟ اهلا يا حبيب قلبي. صباح الهنا وصباح كل حاجه في الدنيا. امرني يا قمر. والله بس اول شيء انا متاسف جدا على اللي بصير في مصر. انا بدي مصر ترجع يا زمان. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله زمان. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. والله هانت والله العظيم انه قلوبنا بتتقطع. بدنا يرجع زي زمان ان شاء الله. هنبقى احسن من زمان كمان ان شاء الله. هنبقى احسن من زمان ان شاء الله باذنك انت يا رب. باذنك انت يا رب. اول شيء انا بقول لك بالنسبه لمرك جننتني. نعم يا حبيبي. كل روح جيب هاي الشغله وجيب هاي الشغله. بدنا نعمل هاي الاكله تاعت الشربيني ونعمل هاي الاكله تاعت الشربيني. الله يخليك. على السوق وعلى الثاني على السوبر ماركت وعلى السوق. الله يخليك. صباح الفل على حبيب قلبي. صباح الهنا. صباح كل حاجه حلوه في الدنيا يا حبيبي. كده ليك اي سؤال عندي يا عمي؟ شكرا. الو يا عم مصطفى. ايوه ازيك. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. عامل ايه يا درش؟ الحمد لله كويس. وامرني يا قمر. الحمد لله كويس. ليك سؤال يا حبيبي؟ كويس الحمد لله. كنا بنحبك والله. الله يخليك يا حبيبي. ربنا يسترها معاك. كنت عايز اعرف بس طريقه كيكه البلح. كيكه البلح على عيني. حاضر. حاجه تانية؟ بشكرك يا حبيبي على اتصالك الجميل. كيكه البلح على طول هديلك على طول. حاضر. ادي كده زي ما انتم شايفين كده حضراتكم اهو. ادي الكريمه اللباني. يبقى كده اشيل بقى كل حاجه عشان قربت اشطب ولم الفرش بتاعي اهو. طيب كده هنا. والله عليك يا ابن البلد اهو. نجيب دي كده عشان تغلي على طول. وخلي دي كده اهو. الله 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 الله. سنة ملح سنة فلفل وعندي شوية ملح هنا كمان اهو. هنعمل ايه بعد كده يا عم محمد يا حلواني؟ حلو مصر وبلح الشام كده. طيب الله اهو. لو انا عايز حرشه. يعني ايه حرشه؟ يعني فيها حبيبات كده طعم الذره. ممكن اخف عليها واشيل ايدي. عايز اخليها ناعمه خالص في ايدي كل دوت. لكن خلينا في الوسط كده اهو.
تاخد كمان غلوة. ادي الفراخ بتاعتي اهي عشان تاخد طعم الشوربة اهو. زي ما شايفين حضراتكم كده اكلنا سهل وجميل وحلو وحرش. طيب مفيش ولا كبشة. صلاتك يا نبي اهو كده. طيب هنتكلم على البوفتيك دلوقتي. البوفتيك يا جماعة احنا في المناطق الشعبية بنقول على سكلوب بنيه، على سكلوب بنيه بوفتيك. لكن في ناس تانية اللي هم الألافرانك دول البوفتيك بتاعهم يختلف تماما عن البوفتيك بتاعنا، ده بالطماطم والبوفتيك التاني بالسكلوب. لو عندي الوقت هتكلم على الاثنين هتكلم على الاثنين. الشعبي بتاعنا احنا اللي هو عبارة عن لحمة سكلوب بتلو مفرودة، عندي دقيق بتبلها الاول بمية بصل شوية ليمون ملح وفلفل اللحمة، بعد كده بحطه في الدقيق ومديه البيض لبن والبيض لبن للبقسماط، بعد كده بضغط عليه بكف ايدي قوي عشان يبقى يتماسك مع بعضه ويتماسك مع بعضه، وبعدين ادخله في التلاجة لمدة نص ساعة، بعد كده بطلعه بحط معلقة زيت ومعلقة زبدة وما يكونش كتير، واقلي فيها ايه البوفتيك اللي هو على الطريقة الشعبية بتاعتنا احنا في المناطق الشعبية بتاعتنا اللي انا عايش فيها. لكن بتاع الألافرانك بقى اللي هو بتاع عم احمد اسعد والناس الكبار دول، احنا مش سكتنا مصر الجديدة والزمالك طبعا. يعمل ازاي بقى عم احمد اسعد؟ يروح جايب البوفتيك بتاعه بيف يتبله مية بصل ملح وفلفل، بعد كده يروح مديله تعفير الدقيق ومسويه في صينيه على البوتاجاز. بعد ما سواه بتروح مطلعه وحاطط بصل وتوم في نفس الصينيه نفسها، وروح حاطط عليها عصير طماطم غليو، بروح مرجع تاني البوفتيك اللي انا سويته في صينيه، واروح واخد كل الخليط اللي هو الصلصه اللي احنا عملناها زي الطماطم بتكون كاسكيده بالظبط، بس في نفس الحله او نفس الطاسه اللي انا سويت فيها البوفتيك، يبقى ده اسمه ايه؟ بوفتيك. عندنا اتكلمنا على البوفتيك اللي هو الفرنك وبتاع المناطق الشعبيه بتاعتنا. عندك تختار الاثنين اللي انت عايزاه منهم تحت امر حضرتك. طيب النهارده بنعمل الجديد. عملنا ايه النهارده جديد؟ سمك التعابين زي ما شايفين حضراتكم كده، بيتزا البطاطس اهي، ده بيتزا البطاطس، الفراخ بالكاجو على الطريقة الهندية، وعندي شوربة الذرة مع البطاطس بالكريمة دي على الطريقة الفرنسية. يبقى النهاردة عملنا أربع أكلات يا رب يعجبوا حضراتكم. لكن الأسئلة اللي جات لي جاوبت عليها، لو في أي أسئلة تانية لإعدادي يفهمني ويقول لي. ست فايزة السلام عليكم. أيوة السلام عليكم يا شيخ. أهلا بيك يا ست فايزة. ازيك؟ أهلا بيك يا فندم. الله يخليك، تسلم إيدك إن شاء الله. تسلمي لي يا ست الكل. الله يديك العافية يا رب. تأمريني حضرتك. الله يخليك ما يمر عليك ظالم، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وحضرتك طيبة وأنتم بخير جميع العالم العربي كله. ربي يعودوا عليكم وعلى المسلمين كلهم اللي قاعدين. ورب يهدي الأمور ونبقى كويسين، وبشكركم. نشكر كل الشعب السعودي الجميل اللي وقف جنبينا. الله يريح بالكم يا رب. الله يخليك يا ست الكل، اتفضلي سؤال حضرتك ايه؟ سؤال
انا كنت بدي اسالك على الشوربه اللي عملتها. اه يا فندم. قلت الذره مفروم ولا حبوب؟ والله مش هتفرق لو محروم مفروم مش مشكله، حبوب مش مشكله. قول يعني دقيق ذره ولا ذره حبات؟ لا ذره حبات حضرتك، دورة صفرة حبات بس كمبوت معلبات مستوي. أيوة عارفة. أيوة عارفة. في منه بتبوي. ما أحب الشرب كده، سألتك أنا. يا أهلا بيك يا ست الكل. ليك أي سؤال تاني يا فندم؟ بشكرك على اتصال حضرتك الجميل. أخد فاصل وأرجع لكم تاني وأدور المحطة وأتروح في حد. أرجعنا بعد الفاصل ومخرجنا الكبير محمد الحلواني بيقول لي يا ريت تقول لنا، لان في سؤال جانا على الاس ام اس عايزين نعمل اللانشون. انا برفض تماما ان انا اتكلم عن اللانشون لان ده ليه مصانع خاصه لاعمال اللانشون، لكن انا بعمل حاجه بديله لللانشون وافيد منها وعملناها قبل كده اللي بنقول عليها الميت لوف. الميت لوف دي يا جماعه اللي هي اللحمة المفرومة اللي انا ممكن احشيها جوه بيض مسلوق، بيض اومليت فيجيتابلز، وبلفها من ناحيتين وبدخلها الفرن، بعملها زي اللانشون وبقطعها زي السلامي، او بتبقى افضل واحسن بكتير من اللانشون. لكن عندي حمام بالرز. طيب ابو عزة. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عزة زيك. زيك شيف شربيني. زيك كمان. كيف الحال يا حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله. كيف حالك أنت؟ تأمرني والله. أنا في نعمة والحمد لله بخير. أمرني. أمر عليك. أنا أحييك بقدوم العام 2014 ميلادي. إن شاء الله يكون عام خير على الأخوة العربي ويكونوا في سلام وبيود إن شاء الله. يا رب يا رب على الشعب العربي كله يا رب. السؤال حضرتك ايه يا ابو عزه؟ وانا حمد تحيه من الشعب الليبي ومن مدينه سوسه من ليبيا، ولان متابعين لك بانتظام. ليبيا ومصر حته واحده، احنا طول عمرنا مع بعض كده حته واحده، يعني الحمد لله مفيش فرق ما بين ده، حتى في اللهجه قريبه من بعضينا. شكرا شكرا على اتصال حضرتك يا ابو عزه، الاخ ابو عزه من ليبيا، بشكره على مداخلته الجميله. طيب الحمام بالرز، بجيب الحمام بقول للفراغي خلي بالك الحصالة بتاعته او القناصة بتاعته، يطلع الحصالة برة من غير ما يعمل القناص الصدر بتاعه. الصدر بتاعه لازم يكون سليم. بعد كده بحط ايدي ما بين الجلد وبين الصدر بتاعه وبفخد له كده بملح عشان ايدي تتزحلق ما تتزحلقش منه، بفتحه من كل الجناب. عندي بصلتين كبار بحطهم على نار مع حبة زبدة يصفروا، بنزع عليهم بالبصل، معلقه قرفه، معلقه بنزع عليه بالرز، يعني انا البصل اصفرت نزلت عليه بالرز، مكعب مرق معاهم، معلقه قرفه، معلقه فلفل مجروش، واديله شويه ميه او شوربه، بيستوي ثلاث ارباع سوا. ثلاث ارباع سوا. بعد كده بحشي بيه الحمام كده، هضمن الحمام بتاعي مش هيضرب ولا يتفرتك. حل على النار فيها جزر وبصل وكرفس ورق لور وحبهان وملح، غليت وطماطمايه كمان، وبحط فيها الحمام. مجرد ما اغلي اول غلوه بروح موطي النار عليه يشتغل مع بعضه على الهادي سرنسيه كده واحده واحده. بعد كده بطلعه، وخلي بالك مشكله الحمام مشكله كبيره وانا بحمره، ممكن يضرب بيعمل مشاكل كتير قوي، فعشان كده انا بقول بديله شويه ملح وفلفل، بديله شويه زبده، عصير طماطم بايدي كده، يعني ما اجيبش عصير طماطم بوري واروح مليس اقول ده كويس، لا يا دوبك حبه ميه طماطم بايدي كده بقصهم مع ملح وفلفل وشويه زبده او زيت، واروح مدخله الفرن يتحمر يطلع لونه ذهبي جميل. لكن لو انا بقليه في الزيت او بحمره في الزيت بيفرقع وبيعمل مشاكل، بيبقى فيري فيري دنجر، يعني بيبقى مشاكله كتيره جدا. هتطلعيه هيطلع معاك حمام بالرز في منتهى الجمال، اخر حلاوه فل فل. نفس الطريقه لو انت عايزه تعمليه بالفريك، هنلغي بقى طبعا القرفه وهنديله سنه كزبره خضراء او شويه كرفس او شويه كرات ابيض، ما بياخدش طماطم، هيطلع معاكي احلى حمام ان شاء الله في الدنيا. كده كان نفسي اعمل حاجه احسن من كده، لكن اللي قدرنا عليه عملناه.
بشكركم وبشكر الأخ بدر العتيبي على كلامه الجميل اللي بيشرح قلبنا، وبقول له دايما سباق بالخير وألف سلام عليه، وبشكركم كلكم على متابعتكم، ونشوفكم إن شاء الله بكرة على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.